متابعينا الكرام، ما زلنا متواصلين معاكم في هذه التحديات والمنافسات لتعلن في هذه اللحظات انطلاقة الشوط الرابع عشر للزمول المهجنات فئة الانتاج والمنتجين. على بركة الله بدأنا وعلى الله توكلنا، مباشرة مع المركز الأول ومع الصدارة ليتابع نسناس. نسناس مع الصدارة خلفان بن ناصر بن يعان الشامسي يقدم لنا شعاره، بينما المركز الثاني أتابع تابع ناصي سيب بن مطوع بن شمال الظهري هو القادم في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث أتابع شاهين عامر بن عوض بن زايد المنصوري يقدم لنا شعاره، بينما المركز الرابع الحضور من الوضيحي ضعيف بن سيب بن دميثان الشامسي هو القادم مع انطلاقة الوضيحية، بينما المركز الخامس أتابع محتفل حياة بن مطر بن سعيد بن حضير ملك تبية هو القادم. المركز السادس أتابع انطلاقة الطاير علي بن عامر بن يريو بن سويد المنصورية مقدما لش شعاره. المركز السابع أتابع انطلاقة عالية سليمان بن بخيت بن محمد المنهالي قادم في هذه اللحظات، بينما المركز الثامن أتابع انطلاقة الماهر علي بن راشد بن غالب المنصوري شعار سمهرم قادم في هذه اللحظات أيضا الحضور. أتابع انطلاقة وتحدي في هذه اللحظات المركز التاسع القادم النشمية سحمي بن سعيد بن فلاح الأحبابي، والمركز العاشر القادم غيار سيف بن سعيد بن الشاعر آل علي. هكذا هو النداء الأول للعشرة الأسماء. نعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. من يحتل الصدارة في هذه اللحظات؟ من ينطلق بالمقدمة يتقدم في هذه اللحظات وينطلق الغزال؟ مبخوت بن عبد الله الضبيعي المنهالي يقدم لنا الغزال بانطلاقاته في هذه اللحظات. أو هنا متابعينا الكرام نسناس خلفان بن ناصر بن يعان الشامسي ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني أتابع ناصي سيب بن مطوع بن شمال الظهري قادم مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الوضيحي ضعيف بن سيب بن دميثان الشامسي هو القادم مع المركز الثالث. المركز الرابع القادم الطاير علي بن عامر بن ريو بن سويد المنصوري يقدم لنا شعاره. المركز الخامس القادم في هذه اللحظات عالي سليمان بن بخيت بن محمد المنهالي. بدأت المعركة، بدأ صراع ما بين الكبار ما بين العمالقة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى مقدمة الشوط. نسناس خلفان بن ناصر بن يوعان الشامسي بدأ يغادر في هذه اللحظات، بدأ ينطلق
الفريق مع نسناس وانطلقت نسناس. الله يا بن يوعان، الله يا الشامسية، خلفان بن ناصر بن يوعان الشامسية مع نسناس، مع نسناس، خلفان بن ناصر بن يوعان الشامسية. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، نسناس ما زال مع المركز الأول. الوضيحي، الوضيحي، الوضيحي قادم، ضعي بن سيف بن دميثان الشامسية. لحظات حرجة، لحظات صعبة ما بين نسناس ما بين الوضيحي، ولكن نسناس ما زال حتى هذه اللحظة مع المركز الأول. والوضيحي، الوضيحي، الوضيحي قادم بن دميثان، قادم بن دميثان مع الوضيحي وإنجازاته. غير مع الناموس، غير مع الإنجاز، غير مع الانتصار. الوضيحي، الوضيحي، الوضيحي مع الصدارة ومع المركز الأول. ضعي بن سليف بن دميثان الشامسية مع الصدارة ومع المركز الأول. سلام يا بن دميثان، سلام يا بن دميثان. الوضيحي مع الصدارة ومع الناموس، مع الانتصار، يضيف هذا الإنجاز لإنجازات السابقة. سلام يا بن دميثان، سلام عليك يا الوضيحي. تهانينا والناموس لمالك الوضيحي ضعيف بن سيف بن دميثان الشامسي المركز الثاني، كان نسناس خلفان بن ناصر بن يعان الشامسي المركز الثالث، كان علي سليمان بن رخيت بن محمد المنهالي المركز الرابع. وصل الغزال مبخوث بن عبد الله المنهالي والمركز الخامس. وصل الماهر علي بن راشد بن غالب المنصوري. إذن تهانينا والناموس لمالك الوضيحي. التوقيت الزمني ولحظة الوصول، لحظات وصول الوضيحي وتوقيته الزمني. في انتظار التوقيت الزمني للوضيحي، توقيت الوضيحي متابعينا الكرام.